ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري هكذا حدثنا. مستر كول. تلقفني شخص وسط الزحام وقال لي يا زلمة ليش ما عم بترد؟ صار لي عامل لك ألف مستر كول. قلت له الحق عليك والله بس انت لازم تعمل مستر كول مو مستر كول. فقال لي هلأ مو المستر كول هو اللي بيرن عندك الموبايل رنه وبيطلع لك الرقم اللي يدق لك؟ قلت له ايه هذا المستر كول. والمستر كول انواع، فهناك المستر كول المادي حيث ان صاحبه لا يملك الوحدات الكافية للتحدث معك، وهو مستر كول عادة ما لا يرد عليه احد لان صاحبه سيطلب المال حتما على الاقل كي يشحن الموبايل، وهو مستر كول يسبب حالة من الكآبة للشخص الذي يستقبله، وهذا يفسر حالة الكآبة التي تعاني منها بعض شرائح المجتمع. وهناك المستر كول المعنوي، وعادة ما تستخدمه الفتيات لاختبار كرم الشاب الجديد، وبالطبع فإن هذا المستر كول يلاقي الكثير من الردود، وهو المستر كول الذي ساهم بظهور طبقة الخواريف في المجتمع، فهو يرد على طلبها الأول وهو أن يكلمها موبايليا، وبعد ذلك يرد على طلباتها الأخرى خير ردود فيتخورف خورفة الكلاب. أيضا هناك المستر كول الاجتماعي، فإن صاحبه مهذب وبنفس الوقت يحب العلاقات الاجتماعية، ولكنه لشدة تهذيبه لا يزعجك بأكثر من رنة ويترك لك خيار الحديث معه أو لا، وهو مستر كول غير مرغوب فيه ولا يحتاج لبذل جهد عصبي، وبذلك فهو حالة من الاسترخاء للشخص الذي يستقبله ويجعله يعتقد بأنه شخص مهم ومرغوب فيه اجتماعيا، فيتكبر على صاحب المستر كول ويطنشه. وعادة يأتيك هذا المستر كول مرة في الأسبوع فقط وبشكل رتيب حتى تدمن عليه، عندها يقطعك فجأة فتصاب بحالة من التوتر لغيابه وبالتالي فقدانه، فتتخلى عن كبريائك وتتصل به، وهذا ما يفسر حالة الاسترخاء الاجتماعي لدى بعض شرائح مجتمعنا وتوترهم المفاجئ. ويبرز المستر كول الغاضب كنوع مميز، ويكون صاحبه عادة أحد الذين يطالبونك بسداد دين مالي لهم، وهو مستر كول يوصل لك رسالة أن تتذكره أينما كنت وأينما حللت، وأن تسعى لكسب المال كي تسدد له ديونه، وإلا فإذا كنت جالسا مع جماعة لأول مرة وهم أصحاب شركة فإنك تسارع إلى طلب الوظيفة في شركتهم وتضع نفسك في موقف لا تحسد عليه، وهو مستر كول ساهم عبر سياسة الترهيب المستكولية بزيادة حالة الذين لا يحسدون عليهم، أو فيما يسمى بحالة الرغد الاجتماعي الجماعي نحو مصادر الأموال وينابيعها في البلاد، ومعظم هؤلاء من جماعة مكالمات لم يرد عليها أيضا. ولا ننسى مستر كول الدعم والمؤازرة، وهو مستر كول رسالته واضحة، فهو يرن لك ويسترخي، وعندما تطلبه يرد عليك بصوت عال ويقول اسمك ويسألك ماذا تريد وكأنك أنت الذي طلبته، ويكون صاحبه عادة جالسا مع أشخاص يعرفونك، واتصالك يعني مباركتك له أمام الجماعة وإعلان منك دون أن تدري أن هذا الشخص هو صديق عزيز، وعندما يأخذ منهم الأمام بسبب ردك ينصب عليهم وتتورط أنت في مشكلة لا علاقة لك بها لا من قريب ولا من بعيد. لذلك بعيد عن الميست كول وغني له هكذا حدثنا هذا البشر. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.